أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس تجري لمستقر لها، وأين ذلك المستقر؟ الآية على ظاهرها وأن الشمس تجري، يعني تسير في الفلك ليلا ونهارا مستمرة، فينشأ عن ذلك حصول الليل والنهار بإذن الله، وهذا فيه دليل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة، عكس ما يقوله جهلة الفلكيين اليوم من أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور عليها. هذا يخالف القرآن الكريم، بل الأرض ثابتة وهي المركز، والأفلاك تدور عليها بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم، كلها تدور على الأرض، وينشأ عن ذلك الليل والنهار بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأما مستقر الشمس الله أعلم، وقد جاء أنها تسجد تحت العرش، أنها تسجد تحت العرش كما ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة عن ابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، بمعنى النفي، بمعنى أنها دائمة تسير في فلكها وتدور على الأرض دائما وأبدا. سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. نعم.